اجتماع عاجل من الرئيس السيسي مع الحكومة والتنفيذ فورا، وعاجل متحور دلتا يقترب جدا وهناك استهتار شعبي، وبيان عاجل وهام من وزارة الداخلية المصرية، بننشر لحضراتكم التفاصيل، وبيان مصري جديد بخصوص سد النهضة والمفاوضات، وعاجل سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي، وحريق هائل في مصنع بمدينة العاشر من رمضان، بننشر لحضراتكم التفاصيل، وعاجل فنانة مصرية تدخل العناية المركزة، ننشر التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. اجتماع عاجل من الرئيس السيسي مع الحكومة والتنفيذ فورا. تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموقف في مصر بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التمويلية الأساسية وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وليد أبو المجد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية. وتابع وجه السيد الرئيس باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياط الاستراتيجي منها، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. المتحدث أضاف أنه تم استعراض خطط تطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية، خاصة شركتي قها وإدفينا، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية. وقال إنه تم خلال الاجتماع عرض الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإنتاج البذور ذات الجودة العالية من حيث الكمية الإنتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتقدمة في هذا المجال بهدف استنباط أفضل أصناف المحاصيل الزراعية المحلية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود إنتاج هذه البذور في مصر، وذلك بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي فضلا عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ودعما لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الإنتاج الزراعي المحلي لتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائية. المتحدث أشار إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض مخطط التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات الخبرة في إنتاج زيت النخيل، وذلك لإقامة منطقة لوجستية في مصر تختص بتكرير وإنتاج تلك النوعية المتميزة من الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي، وكذلك لتعزيز فرصة التصدير للخارج. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. وننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل متحور دلتا يقترب جدا وهناك استهتار شعبي. أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل في مصر أن طفرة دلتا المتحورة تنتشر في أغلب الدول العربية مثل ليبيا وتونس والعراق. وفي تصريح لقناة الحدث اليوم المصرية قال الحداد إن الانتشار السريع لهذا المتحور يثير الكثير من الخوف والقلق، مطالبا بتجديد الإجراءات الاحترازية مع ضرورة الالتزام لعدم وصول هذا المتحور إلى مصر. وأضاف أن هناك حالة من الاستهتار بين المواطنين والشعور بالأمان الزائد بأن أزمة الوباء انتهت، محذرا من أن تونس التي انهارت منظومتها الصحية كان مواطنوها يشعرون بأن الأزمة انتهت أيضا، ودعا لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين الانتهاء من تطعيم المواطنين،
مع ضرورة المحافظة على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك والأجازات الصيفية. وتابع متحور دلتا يقترب جدا ومتوقع وصوله في سبتمبر المقبل، وعلينا التعلم من التجربة التونسية المؤلمة التي تشهد انتشارا مخيفا. ولفت إلى أن التطعيمات تقلل من نسبة الوفاة بالوباء بشكل كبير، وبالتالي فإن منح جرعة تعزيزية لمن حصل على جرعتين بالفعل فإن المناعة تتعزز بشكل كبير، وهو ما يقلل أيضا من مضاعفات الإصابة. مصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. عاجل سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي. يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي. السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صرح بأنه من المقرر أيضا أن يعقد الوزير شكري لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من وزرائها الأوروبيين وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. مصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل وهام من وزارة الداخلية المصرية. وكشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن ملابسات تداول صورة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثارت الجدل والرأي العام لطفل مكبل من يده وقدميه. وفي التفاصيل أوضحت الأجهزة ملابسات صورة لطفل مكبل من يديه وقدميه على مركبة تروسيكل بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ومدون أعلاها، ده طفل من المتسرحين اللي بيمسحوا العربيات ويتسولوا، والراجل اللي مسرحه ضربه أجبره على ركوب تروسيكل وقام بتجبيله، والطفل كان خائفا ووجود أطفال آخرين معه كانوا خائفين. وفي بيان لها قالت وزارة الداخلية المصرية بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد مالك المركبة المذكورة والطفل، وتبين أنهما طفل ووالده. مالك المركبة مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة، لافتة إلى أنه تبين قيام والد الطفل المشار إليه بالتعدي على نجله بالضرب وتجبيله بالأحبال بالمركبة المشار إليها بقصد تأديبه، نظرا لقيامه بالتشاجر مع بعض الأطفال المتواجدين بالمكان محل الواقعة. هذا وأعلنت الداخلية أنه أمكن ضبط والد الطفل بعد تقنين الإجراءات، حيث أقر بارتكابه الواقعة بقصد تأديب نجله. الداخلية أشارت إلى أنه تم بإرشاده ضبط مركبة تروسيكل المستخدمة في الواقعة بدون لوحات معدنية أو أوراق، وبسؤال الطفل أقر بذات المضمون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق. طبعا يعني كانت صورة نشرت على السوشيال ميديا، وكان من الواجب من وزارة الداخلية توضيح هذا الأمر، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الآخر خبر معانا عن سد النهضة وبيان مصري جديد بخصوص سد النهضة والمفاوضات. قال علاء الظواهري عضو اللجنة المصرية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي إن أي عودة للمفاوضات ستكون مبنية على النقاط الأساسية التي تم التوافق عليها في واشنطن. وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم إن لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة كانت خطوة مهمة جدا. أكد إن كلمة وزير الخارجية سامح شكري حملت الكثير من الرسائل المباشرة، في حين أن الكلمة الإثيوبية أظهرت أنها كلمة لا سياسية ولا فنية لكنها موقف معارضة وتعنت ليس أكثر. وأشار إلى أن مصر نجحت في إيصال رسالة عبر جلسة مجلس الأمن، موضحا أن مصر والسودان لم يطلب خروج الاتحاد الإفريقي من المفاوضات، بل أكد أن الأزمات الإفريقية تحل عن طريق إفريقيا، غير أن المطلوب هو رعاية الاتحاد الإفريقي إلى جانب مجموعة من الفنيين الدوليين الذين يلعبون دور الوساطة للتقريب بين وجهات النظر. كان محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري أكد في وقت سابق أن مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه على أراضيها. قال: نحن ندرس كل السيناريوهات في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الري، وسد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب لم تعلن. المصدر معنا كان من الشروق المصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر
الهام والعاجل. مثل ما بعض الخبر آخر معنا، وماذا دار بين سامح شكري ووزير الخارجية الإسرائيلي؟ أكد سامح شكري وزير الخارجية ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة. وقال سفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن ذلك جاء خلال مباحثات الوزير شكري مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل. وكان وزير الخارجية قد بدأ زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وحريق هائل في مصنع بمدينة العاشر من رمضان. وللأسف اندلع حريق هائل في مصنع خيوط نسيج بمدينة العاشر من رمضان بمصر، ما أدى إلى تحرك السلطات الفوري، حيث دفع قوات الحماية المدنية ب 13 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها. وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الشرقية إخطار من مديرية قطاعي العاشر من رمضان وبلبيس يفيد بتلقي بلاغ بنشوب حريق في مصنع لتصنيع خيوط النسيج بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان. وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع ب 13 سيارة إطفاء من الدفاع المدني، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها وتحرير محضر بالواقعة. وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صفحة صحافة العاشر من رمضان بث مباشر يظهر اشتعال النيران بمصنع رويال بجوار جريش بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان. وفي الفيديو كانت الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق. المصدر معنا كان من RT. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وعاجل فنان مصري يدخل العناية المركزة. وكشفت نجلاء عبد السلام زوجة الفنان المصري مجدي عبيد تواجد زوجها في العناية المركزة بسبب إصابته بجلطة في القلب. وعلى حسابها الشخصي في فيسبوك قالت نجلاء عبد السلام: اللهم أنت الشافي المعافي، اشفي مجدي. وأضافت: أتمنى من كل الأصدقاء يدعوا له، مجدي ما زال في الرعاية المركزة، ويشكر كل الأصدقاء اللي وقفوا جنبي في الأزمة اللي احنا فيها. ومن المهم ان احنا نشير ان مجدي عبيد هو مخرج وممثل مسرحي، اخرج ومثل العديد من المسرحيات بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 85، وشارك في العديد من المسلسلات منها افراح القبة وبدون ذكر اسماء وابو العروسة 2، كما اشتهر بدور حسين ابو الروس في مسلسل حديث الصباح والمساء. مصدر معنا كان من RT والوطن. ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويقومه ان شاء الله على خير. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، يعني أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ومتقلتش عليكم إن شاء الله، ويعني انتظرونا في دايما أهم الأخبار بننشرها لحضراتكم على مدار اليوم إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب، وكان معكم إسلام الأمير، وتحية طيبة لأبانوب خلفاء والمسؤول عن المونتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.